تم من خلال مزاد اليوم تحطيم الرقم القياسي العالمي من خلال بيع رقم 7 بقيمة 55 مليون درهم. يذهب ريع الحملة بالكامل أو المزاد بالكامل لحملة وقف المليار وجبة. هذه المبادرة استكمال لنجاحات سابقة في مبادرات إطعام الطعام، تهدف إلى إنشاء صندوق وقفي لإيجاد حلول مستدامة لمكافحة الجوع حول العالم.